هي دي لحظة الشفاء. من يستطيع أنه يضع عقارب الساعة بشكل مبكر عند هذه اللحظة مفيش إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني لا نملك إلا الدعاء لصلاح الآن أنه يستطيع أنه يلحق بنا يعني. وطبعا هنا هيبقى بعض يقول لك يعني انا يعني ما علمته كمان انه المساله بتبقى محتاجه انك في تاهيل نفسي، انك تؤهل ازاي المصريين نفسيا لده وتؤهل اللاعبين نفسيا. ومش عيب يا جماعه، كل المنتخب في منتخبات قويه كثيره تنعقد الامال على لاعب بعينه يعني. تعالوا نشوف بعض موضوعاتنا المختلفه، واقول لكم انه بعد قليل هنناقش معاكم قضية في غاية الأهمية بنناقشها معاكم دايما. اليوم بقى غضب الصعيد بقى، وشوفوا الصعيد بقيمته وكمان بإحساس الناس أصلا بالتهميش وبإنه لا أحد يهتم بهم، و الصعيد غائب عن اهتمامات الجميع، فيبقى عندهم كمان شعور بأن مسلسلات رمضان تسيء إليهم يعني. هيبقى عندنا مناقشة متعلقة بهذه القضية. خلينا أسأل الكابتن أحمد حسام ميدو. كابتن ميدو أهلا بيك. أستاذ وائل كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب يا كابتن ميدو. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. أكيد حزنك كان زي حزن كل المصريين امبارح يا كابتن ميدو. أه طبعا، يعني إحنا بالنسبة لنا الماتش يعني اتقفل أول لما محمد صلاح اتعور. ولكن الحمد لله يعني انا كنت متوقع ان الاصابه مش هتبقى كبيره قوي، لان انا باين من الواقع طبعا ان في تعمد، ولكن كنت متوقع ان الاصابه مش هتبقى كبيره قوي. الحمد لله النهارده يعني تم تاكيد الكلام ده ان الماكسيمم يعني 3 اسابيع ان شاء الله. انا بقول كمان ان في احتمال ان هو يقدر يلحق المباراه الاولى كمان في كاس العالم. طيب انت هنا بخبرتك في الملاعب يعني، اولا انت قلت انا يعني اي حد بيلعب وعنده خبره في الملاعب هيبقى متاكد ان راموس هنا تعمد اصابه محمد صلاح. ليه جالك هذا اليقين؟ من التكنيك بتاع الوقعه يعني. اول حاجه في الكوره عندنا في وقعات بتبقى شكلها طبيعيه وتبقى بيبقى باين فيها جدا ان ما فيهاش تعمد. الوقعه بتاعت امبارح والمسكه بتاعت الايد دي مسكه يعني احنا في الكوره نعرفها، دي مسكه بتاعت واحد عايز يعور حد. ولكن الموضوع مش موضوع ضد صلاح، هو راموس بيلعب كده ضد كل اللعيبه الكبار. ودلوقتي النهارده محمد صلاح اصبح واحد من احسن اللعيبه في العالم. وهو يعني بيعتبر ان دي احدى الطرق لايقافه، ان انا احاول ان انا اعوره، وان انا لو ما عورتوش ان انا اخليه خايف ان هو يخش عليا في كوره فيها كونتاكت ثانيه او كوره فيها او كره مشتركه مره تانية. وانا لعبت ضد راموس، يعني لعبت ضده قبل كده مرتين او ثلاثه، وعارف طريقه لعبه، وهي دي في مدافعين في العالم هي دي طريقه لعبه. لذلك انا كان عندي تخوف كبير جدا قبل المباراه بيوم من راموس وكاسيميرو الاثنين من التدخل العنيف على صلاح، لان انا عارف ان هم عارفين ان في فرق سرعات كبير جدا. الطريقه الوحيده لايقاف صلاح بالنسبه لهم هم ان هم يخشوا فيه جامد يخوفوه. فالحمد لله يعني ان يعني اما انه يصيبه فيخرج، او على الاقل يخوفه يعني ان انا اكون عنيف في يعني. بالضبط. والموضوع مش موضوع ضد صلاح بس يا استاذ وائل، لا انت لو اتفرجت يعني ممكن حضرتك لو جبت على سهل من اليوتيوب عرفتها في لقطات كتيره جدا لراموس ضد ميسي وضد نيمار، كل اللعيبه الكبار بيلعب معاهم كده. ما احنا جبنا وانت بتتكلم في مشاهد لراموس. واحنا لعبنا ضد مدافعين كتير، المدافعين عالميين، دي طريقه لعبهم. فهو صلاح كان سيء الحظ في الطريقه اللي هو وقع عليها على ايديه، ولكن برضه في نفس الوقت يعني انا بقول ان هو لازم يحمد ربنا والناس تحمد ربنا، لان كان ممكن الاصابه تبقى اكتر من كده، يعني كان ممكن لو الوقعه دي بشكل مختلف كان ممكن الاصابه تبقى اكتر من كده. طيب كمان بخبرتك ايه اللي مخلي، انت عارف الاصابه يعني انت وحظك في اصابه ممكن بتخف، دايما يقول لك من اسبوعين لثلاثه، من ثلاثه لشهر. انت شايف انه الاصابه بهذا الشكل ممكن تخلي صلاح يلحق بكاس العالم؟ انا شايف ان الماكسيمم 20 يوم وينزل الملعب. ده يعني
ده اللي انا شايفه يعني. طبعا انا ما اعرفش الفتيكس اللي ساعه ايه بالظبط، ولكن انا توقعت امبارح ان الاصابه هتكون تمزق في الاربطه بتاعت المفصل بتاع الكتف، لان هي ما فيهاش اي حاجه في العظم الحمد لله، والتمزق ده ما يزيدش باي شكل من الاشكال عن 20 يوم، فان شاء الله يلحق. حتى لو ما لحقش المباراه الاولى وقعد احتياطي مثلا او ما كانش موجود، ان شاء الله يلحق المباراه الثانيه والثالثه باذن الله. طيب عايز اسالك كمان، اصل دي اسئله في اذهان المصريين، المقوله اللي منتشره بشكل كبير مش بسبب ما حدث امبارح لكن على طول، يعني ان منتخب مصر هو منتخب محمد صلاح، وان المنتخب بدون محمد صلاح لا قيمة له. يعني هل ده كمان نفسيا ممكن يكون سيء على منتخبنا، وانه بالفعل منتخبنا هو منتخب محمد صلاح؟ لا يعني طبعا محمد صلاح هو اهم لعيب في المنتخب، وهو اهم لعيب في ليفربول برضه. يعني الناس لو بتتفرج امبارح هتشوفوا ان ليفربول بقت فرقه ثانيه تماما اول ما محمد صلاح خرج. ومنتخب البرتغال فرقه ثانيه من غير كريستيانو رونالدو، ومنتخب الارجنتين بالتاريخ بتاعه الكبير فرقه مختلفه من غير ميسي. كل منتخب ليه نجم، والنجم بتاعنا هو محمد صلاح. ولكن احنا عندنا تنظيم جيد جدا، وعندنا مدرب عارف هو بيعمل ايه كويس، وعنده خبرات كبيره، وعندنا لعيبه مميزه. صحيح هننقص كتير جدا من غير محمد صلاح، ولكن انا بالعكس انا شايف ان اصابه صلاح لازم تمثل حافز كبير جدا للعيبه بتاعتنا، ان هي تثبت للعالم كله ان هم لو اضطروا ان هم يلعبوا من غيره ان هم يقدروا يلعبوا من غيره. وده العامل النفسي اللي انا متاكد ان كوبر وجهازه هيشتغلوا عليه في الفتره اللي جايه، عشان يقدروا يطلعوا من الولاد ومن اللعيبه افضل حاجه لغايه ما صلاح يرجع ينضم للفريق ويلعب بشكل اساسي ان شاء الله. طيب تعتقد انه يعني لو تغيب صلاح في ماتش، يعني انه على كوبر هنا انه يفكر في بديل لمحمد صلاح، ولا الاجابه منطقيه ومعروفه انه لا يوجد بديل لمحمد صلاح؟ لا يوجد بديل لصلاح. صلاح مستوى مختلف تماما، ولكن وبيلعب في مستوى مختلف تماما، واسلوب لعب كوبر على فكره بيخدم طريقه لعب صلاح، ان هو بيلعب على الهجمه المرتده، وان صلاح عنده سرعات كبيره جدا. ولكن احنا عندنا لعيبه صغيره ممتازه، عندنا تريزيجيه، وعندنا رمضان صبحي، وعندنا عمرو ورده، وعندنا لعيبه عندها خبرات، عبد الله السعيد شباله، وعندنا يعني لعيبه في الثلث الهجومي يقدروا ان هو لو الموضوع على مباراه ان هم باذن الله يقدروا يعملوا ماتشات كويسه باذن الله، او ماتش كويس ان شاء الله. كابتن ميدو الف شكر، وكل سنه وانت طيب. الف شكر. طبعا يا جماعه يعني بنطمئن ميدو، لانه يعني ربما كمان واحد من اهم الذين احترفوا وحققوا نجاحا، فعنده الخبره سواء في الاصابات او في التعامل مع ازمات من هذا النوع. نعمل ايه؟ نهيئ ازاي الناس نفسيا في حاله احباط؟ يعني كاس عالم على بعد ايام قليله، وتاتي الاصابه في هذا التوقيت اللي كلنا بنعقد الامال على محمد صلاح. هنشوف وهنطمن ان شاء الله. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنناقش معاكم